مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. فعلا الانسان كيتزوج على النيه، ونهار كيتزوجوا الازواج عند العدول كيقول لي غتكون معاه في السراء والضراء، وتكون معاك في السراء وفي الضراء، يعني في الحاجه الصالحه وفي الحاجه الطالحه. للاسف في بعض الاحيان كنلقاو الازواج كيتفارقوا على حوايج تافهين، على الطمع، على بزاف ديال المسائل اللي تقدر تشتت الاسره باكملها. حتى شي واحد ما ضامن راسو في هذه الدنيا وما ضامن حياته غادي تبقى تطول، لكن الانسان ارضاء باللي قسم الله. هذا الزوج اللي قدامكم سيدي محمد اللي مسكين كيف ما كتشوفوا كبر في السن، ومن بعد 36 سنه ديال الزواج مع الزوجه ديالو، خدات له الاستفاده ديالو من ديور الصفيح فين كانوا ساكنين، ومشات هزات بنياتها، ومشات خدات الاستفاده وبناتها وسكنت فيها، وخلاته هو كيدور مطلق ما عارف راسو شنو غيدير، ما عارف راسو واش غيرجع مع هاد السيده ويرجع وسط بنياتو اللي توحشهم بزاف، ولا يبقى يدور في الزنقه ما عارف فين يمشي. في هاد السن الانسان كيبغي يرتاح يمشي للجامع ويرجع للدار، للاسف هو كيدور غير في الزنقه ما عارفش راسو حتى فين غيبات هاد الليله. فاليوم با محمد ما تبكيش، ربي كبير وغادي يجيب لك حقك ان شاء الله باذن الله، لان الله عز وجل ما كينساش العباد ديالو. قرب الميكروفون عندك با، ها انت با، انت هكا. واخا با محمد عاود ليا شنو وقع ليك مع الزوجه ديالك، وشحال من عام وانت مزوج بها؟ السيده انا 36 عام ديال الزواج مع الوليدات، دراري مزوجين، انا ساكن في سيدي مومن القديم الزنقه واحد. 2013 وقعدنا الحريق، خرجنا حصينا، دابا جا واحد الزروالي، واحد المحسن هذاك الزروالي شرا ليها، دار لها المحل في الاسم ديالها. دابا جات الاستفاده ديالي، لاكارت بغا فيا لي عام ونص، هذا تنمشي لعبد القيد تيقول لي سير عبد المقدم، المقدم تيقول لي سير عبد القيد، المقدم تيقول لي انت ما ساكنش رفضني. دفعت الملف ديالي، الناس تيستافدوا، وانا تيقول لي سير تدوز النزله، سير تدوز النزله، سير تدوز النزله. دابا ملي دزت عدو قال لي الملف ديالك ترفض، ما عرفتش انا علاش ترفض لي هذا الملف ديالي وانا ساكن ومحصي. 2013 خرجتنا الحريق العافيه، قاعدين في الزنقه، جا داك المحسن شرا المراه دار لها المحل في الاسم ديالها، منعتني انا، جرات عليا، دابا قاعد غير في الخلا. حافظ النمره ديالك با، كيسولوا على الناس، نديروها هي الاولى. اييه بلاتي 06 18 79 60 50. واخا با كمل. دابا تنمشي انايا قاعد غير في الخلا، داك المرا ما تلاش بغات تعمر معايا السوق، لاكارت ديالي وافيه لي عام ونص هذا باش نقضي المسائل ديالي، انا عاد مجهول. تنمشي لا تقول لي ما نعطيكش بعاد مني، تنمشي نركب على بناتي تقول لي خرج للزنقه، اللي بغيتي نمشي عندك للزنقه. طيب بناتك ما كتخليكش تشوفهم؟ بناتي ما تتخليجنيش نشوفهم، منعتني من ولادي. دابا هاد الناس بغا يمنعوني من الاستفادة ديالي، حيدوها ليا، قال لي الملف ديالك ترفض، خاصني نعرف هاد الملف ديالي علاش ترفض، وأنا محصي وساكن، ماشي ما ساكنش. وهاد المحسن جا شرا المرا وداها شرا ليها ودار لها المحل في الاسم ديالها، وأنا منعتني، و36 سنة ديال الزواج. هاد المرا نسات الخير ونسات العشرة ونسات أي حاجة نساتها. دابا القايد ما بغا يدير معايا حتى شي حل، مقاطعة عبير سيدي مومن القديم الزنقة واحد، ما عطاوك لا استفادة لا حتى حاجة، ما عطاوني والو، أنا دابا تنضيع. وهاد السيدة هانت على العشرة ديال 36 عام، 36 عام وأنا ديال العشرة معايا هاد المرأة، ولد معاها جوج وليدات راهم مجوجين، وجوج بنيتات، بنيتات راهم باقيين معاها. توحشتي بنياتك؟ بنيات توحشتهم، تنمشي تجري عليا تقول لي خرج لا بغيتي نمشي عندك للزنقة، وانا ما عرفتش غادي ندير انا مع هاد المراه. ما عندك ما حتى مشاكل؟ ما كاين حتى مشاكل، ما كاين حتى شي مشاكل معاها، ما عندي حتى شي مشاكل معاها. دابا ملي شرا لي هذاك الزروالي ما عرفت واش داير معاها، ما حضرتني، ما وقفتني، ما حضرت، تجي لقيت المحل رايب. دابا عاد يقول لي القايد انت مستفد، انا ما مستفدش. علاش البراكه كانت في سميتها ولا في سميتها؟ لا البراكه في السميه ديالي. وعلاش هي تستافد انت لا؟ قال لك انت ما مستفد، انا ما مستفدش، ما مستافد ما والو. وفين كتمشي با اليوم وفين كتدور؟ انا قاعد قاعد واحد المقاول هنايا قاعد عدو عاطيني فين خاش عدو تما، انا تنضيع دابا، انا تنتكرفص، وانا كبرت
عندي 65 عام، ما فين غادي نمشي؟ هاد القايد تيمنعني، المقدم تنقول لي بغيت نبدل لاكارت يقول لي واخا طلع للسما ما غاديش نعطيك شهادة السكنة، انت ما كنتي ساكن. شو انا مساكن ومحصي و 2013 مخرجنا العافية، ماشي خرجنا على خواطنا، مخرجنا العافية. وكاين واحد المحل دابا، المحل بيت مستافدين منه جوج الناس وانا يا المحصيين، حنا تسعود الناس اللي كاينين، ثمانية الناس ديال الكراية ومولات الحانوت هما اللي كاينين دابا، بيت مستافدين منه جوج الناس. والمقدم دوكا مانعني هو والقايد، القايد ما تلاش بقى يعمر معايا السوق، تيقول لي تدوز النجلة تدوز النجلة تدوز النجلة، دوكا قال لي الملف ديالك ترفض، ما خاصني نعرف علاش ترفض. شنو كطالب اليوم؟ عيتي من الزنقة وعيتي من كلشي، شنو كطالب؟ تنطالب المحسنين، المحسنين يشوفوا فيا وجه لله تعالى، يشوفوا فيا وجه لله تعالى. انا راني تنضيع، لا سكنة والو، هاد المرا راه منعتني، القايد منعني من السكن ديالي والاستفادة خارجة ليا، وعندي نمرة الدوسي، العمالة قالوا لي سير الملف ديالك في الدائرة، وجيت للدائرة عطوني الرقم ديال الملف، قالوا لي راه عاد القايد، القايد منعني، والقايد هو اللي ريب البراكة هو والمقدم، ما 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 سولوش على الراجل، وعرفوني واش مطلقها ولا نمي دافناني ولا لا حقو داروا لا الاسم ديال المحل، دوك عاد منعوني، تيقول لي انت مستافد. انت بغيتي حقك اليوم؟ انا بغيت حقي اليوم، الله يجازيكم بخير المحسنين، والناس المسؤولين يشوفوا فيا وجه لله تعالى ان شاء الله. الله يطول عمر سيدنا، الله يطول عمر سيدنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا حرام نشوفوا هذا الاب مسكين في العمر ديال 65 سنه ما راقيش حتى فين يبات، الزوجه ديالو الله يهديها 36 عام ديال العشره، في الحقيقه ما تهونش واخا يكون ما عرف شنو كيدير، ما نحرموش من بنياتو وما نجريش عليه في هذا السن. رقم التليفون ديال با محمد هو 0618 79 60 50، نعاود الرقم 0618 79 60 50. محتاج المساعدة ديالكم، محتاج ياخذ حقه تم الناس المسؤولين، سواء القايد ديال سيدي مومن انهم او المقدم يعطيو الحق ديالو كمستفيد من البراكة اللي كان ساكن فيها حرام يعيش فيها مدة، او في الاخير ما ياخذش الاستفادة ديالو عفوا. كنتمنى من الناس المسؤولين ياخذوا الحق، وكذلك الناس المحسنين اللي بغاو يتعاونوا معاه على الاقل في شي بلاصة يكريو ليه ولا شي مكان اللي يقدر يبات فيه هاد المدة، بما لقى ان شاء الله اللي يوقف معايا ياخذ الحق ديالو في الاستفاده. رقم التليفون ديال با محمد هو 0618 79 60 50، نعاود الرقم 0618 79 60 50. شكرا لكم مشاهدينا انتم مع المتابعه، والله لا يضيع اجر المحسنين.